سأسألك عن هذه المعلومات، كنت صرحت معي البارحة بأنك عائد إلى تونس، نريد أن نفهم أكثر التفاصيل عن هذه العودة، لكن نأخذ فاصل نشاهد هذا التصريح ونعلق فيما بعد، تابعوا معنا. الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس الحر، المجد للشهداء، الحرية للتواسة، يا تواسة يا مهاجرين، يا تواسة يا اللي شديتوا الحبوشات، يا تواسة يا اللي عذبوكم، يا تواسة يا اللي قهروكم، يا تواسة يا اللي غبنوكم، يا تواسة يا اللي سرقوكم، اتنفسوا الحرية، شعب تونس اهدالنا الحرية، يحيا شعب تونس، تحيا تونس العظيمة، تحيا الحرية، المجد للشهداء، يا تواسة ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن عليه هرب، بن عليه هرب من الشعب التونسي، بن عليه هرب، بن عليه هرب، بن عليه هرب، بن عليه هرب، المجرم هرب، السارق هرب، السفاح القاتل هرب، هرب هرب من ليبيا، والشعب هو اللي يحكم، المجد للشعب، المجد للشهداء، العظمة لتونس، والبقاء للشعب التونسي، يا شعبنا يا عظيم، يا شعبنا يا كبير، يا شعبنا يا اللي عطيت الغالي، يا شعبنا يا اللي عطيت ولادك، يا شعبنا يا اللي عطيت كلبتك بيتك، يا شعبنا يا باهي، يا شعبنا يا سمح، يا شعبنا يا عظيم، رانا تحررنا وبن علي هرب، راهو بن علي هرب، هرب بن علي هرب، بن علي هرب، بن علي هرب، تونس ما غير بن علي، بن علي المجرم هرب، بن علي المجرم اتنحى، الشعب التونسي لا حذر عليه. الشعب التونسي لا حذر عليه. وانا طرف الافنيو، يحيا الشعب، تحيا الحرية، تحيا تونس الحرة، يحيا شعبنا العظيم، والمجد للشهداء، راهو دمكم منشاش، منشاش خسارة، دمكم منشاش خسارة. بدون تعليق. الشيخ راس، ربما هذا الصوت صوت كل تونسي، فعلا صوت كل تونسي، ربما يعني هذا الاحتقان ما كان يعبر عليه المواطن التونسي، ملايين من التوانسة. لم يكن لديها المعلومات، يعني بن علي لما قال انه غموا علي، وما كنتش عارف انه في هذا القمع، وما كنتش عارف انه في هذا هذه المشاكل في البلاد، وانه فجاه نفطن بعد 23 سنه من الحكم الاستبدادي. ماذا نقول لهذا الرجل وهو متواجد الان في جده؟ هذا رجل بلا قلب، خشبه، سفاح، مجرم،